شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل لازمني نرجع فيس على الكابيني. صباح الخير بابا. اي كسب انت سلاعه وقايمه بكري، ما تقوليش ماشيه تشوف التيران معانا. لي نستنى في مامي باش نمشي نعدي بحذاها يا ميت. اه مامي جايه، يا مرحبا يا مرحبا. صباح الخير سليمان. صباح الخير امي. ياك زاد انت ماكش حاضره؟ واش تحبني نحضر وليد؟ نرمي سرسارية على راسي ونخرج. والله قلت الحق. تعرف امي السفساري احسن موديل طلعوه لستيليست التوانسه. المراه لا عندها لا مشكله لا متاع حديد لا متاع ساك اسورتي، تتلف وتخرج. قول ساتوا والبدوع اللي يلبسوا فيه يا وليدي. هذه يظهر لي مامي. والله هي صباح الخير. بونجور اختي فضيله. مرحبا. احسانك جريه كيف العاده. هاي نصب لك قهوة. ليه والله إلي مزيك عملت بتي ديش في اللاك. صباح الخير فتوتي. بونجور مامي. ها سلام لم ما تقولوش صباح الخير في سبركم؟ قليل قليل ياسر. بار كونتر نلقاو بعضنا وقت الحاجة. يخي بيقي مغشش على حكاية الفلوس. هو قلت لكم ما فوقيش كاش ليامات هذي. اقعد انتي كاش الكاش واحنا نقعدوا 7 من 16. يزي اختار نصيبتك لا حلا فيها خير. هاي جات بسلاح ليك ولو خيك. والله قلت الحق يا امي، كل حاجة عندها سبب في الدنيا هذية. كما قال أرباغون، وقت حشتي بيك يا وجهي. شكونو هذا؟ كموشة متاع مولير اختي فضيلة. سلام لمي فدلك معايا. ما ميسالش ما نخوش عليه. انت ما تخوش عليا وانا ما نخوش منك. ماما صباح خير. بونجور زينوبتي. انت هاك جيت بكري. مي بيان سور ربيع ريحته فيحك، كيفاش تحبني نقوم من مخر؟ اي اون بليس فاتونتي تستنى فيا. الوغ في ساك من الحليب خلينا نخرجوا. ليه سي كملت دقيقه واحده باش نجيب الفاليز ونجيب. واه يا اخي باش تهز معاك فاليز؟ اي ما نفاش باش نراس في حوايجي. يا وخيتي تقول عليها باش تسافر للخارج. امي زعما علاش ما تحضر لها شي شويه بنادق ودبيب زيت زيتونه وشويه هريسه وطن زيتون؟ لعل وعسى مالكش الا الدوجه ما يبداش فوق منها الكعش. وانت زاده ما تنساش تعطيها شويه فلوس كنهم تحت راسها. شكون يعرف على الظروف؟ تري بيان تري تري بيان. سلام لم سير تبري من قبيله ولا ساكته؟ الو ماشي في بالكم اللي انا كموشة بوغ دو بون؟ مقبيله يا اخي شعملتولها في غيابي؟ شي ما عملنا لها يا بنتي، احنا شعملنا لها فدلكنا معاك العاده وكاو. هي وشنو نوعها تفدليك؟
بون 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 سي با غراف سي با غراف ماش حتى مشكله سي مامي هنشي علي علي ماشي غير باي باي نهاركم طيب ماما اتون كلمك ولا اتون تعديلك سورتو كلمني قبل على خاطر يحتمل ما تلقانيش في الدار ناويين على برشة تحباس انا وفتوتي باي باي انا نمشي نحضر روحي ما بين كملت فطوركم يا مي مش قلت تحضر فيسع انت تي ما يلزمني نمشط راسي ونكحل عويناتي قالك غادي باش تهبط العطار يلزمك تبدل حوايجك وتماكياج واذا لزم تعمل مشطه بالحق حقا وي ما تنساش تفقد شباك بيتنا يظهر لي فيه مشكله علاش بيه يا اخي ما فقتش بيه دخل في الهواء وماك تعرف عاد اسبوعي ولا الهواء ملكه يمشي يشكي بينا زيد على الهواء اللي يسرق من الشباك سبعون صباح الخير هلا وجيك صباح الخير شنو اسبوعي مازال بكري راه على كسكره العشره مش كسكره العشره بتقطع الصباح ما يحجزتي طردتني باش يجيو باش نظموا تقول انت بديت بالوسخه الكبيره رميتها في الكلوار بدي انا مش كبيره مليتي التمشيات صغيره وتتقبع زاده هذاك هو ما لقيتك زي ما كان في انا اما قدام مرتك تبدا كنس كنس مع رحيت نعم بابا يظهر لك ما تعرفنيش انا كي نحب عينيا كي لا ظهر عليك شنو واو شكون يا ستار اللي متعديه مطفيتنا ما تحبش تكلمنا ليش بكبي ما قدير هذيك ددو بربي هو يعطيك الصحه طلعتها شو فيك تدو لباس؟ يا ربي حتى هذا ما عادش يجي قدي وعليا هو كنت ساعدك اسبوعي كله أمايلك من لسه شكيب هذا يوم مش هتطلع منه اسمع دد ولا يهمك برج وليا وعلى خاطرك معرفه اذا وفاو عليك الخطاب يهني بحذاك بداري بخدمتي باش هادي وزيد انا من برج العذراء ايش مدخل هذا في هذا وهي من برج السدريه معناتها نتفاهموا شنو اشتمم مو لاباس شدت شكيب خطيبة بالكمشة مع امرأة أخرى أبون صار الحكاية طلعت صحيحة أنا أقول لك شدت بالكمشة ودي بكي تسخن بالحكاية صحيحة ولا مصحيحة قطع شعري أنا توا ترسخ عاد ترسخ عاد وأنت تورر تخش عليك حارزة دلنت دلنت أجا معايا إيش أجا معايا البير ونحكي ولا راحت إيش خير خير انا 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 عايشك راني ما نحبش نشوفك هكا بالكل راه قل لي دلندا علاش ما تروحش لداركم ترتاح شوي سامحني دكتور حاجه اقوى مني ماذا بيا نقعدوني خير تو بالخدمه ننسى تري بيان تري تري بيان شكون كان يصدق اللي الولاية شكيب زعمة زعمة العاقل والدافي يخرج منه هذا كله ريت ما دكتور شو دلندا انا راه توا باش نحكي معاك كصديق وكونفيدان الصغر يعمل الصغر شكيب مش صغير يا بنتي مش نحكي على الصغر نتاع العمر انا نحكي على المخ 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 سي شكيب نتاعك هذا ناقص نضج نعبر عليه بالفرنساوية لا ماتوريتي تو فما واحد في العالم فما واحد في العالم ها بمخه وبعقله يعمل صاحب على خطيبة كيف كنتي؟ ميرسي دكتور دلندا كلامي هذا قلت لك مش خاطر في وجهك راهو انا مقتنع بيه وزيدك اكثر سي شكيب نتاعك هذايا ما يعرفش قيمتك ربي ان شاء الله يطيح بيك رجل رزين مخه فوقه وينهم الرجال اللي تحكي عليهم؟ موجودين موجودين دلندا غير انت بركه ثبت ساعات انت تبدا تلوج على حاجه تفركس 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 ما تلقاهاش وهي قدامك حاجه تسعدك وتهنيك يسوفي تمد ايدك هكا هوب تدخل تعرف دكتور
أنا توا تأكدت من حاجة وبالملموس. تأكدت من شنو دلندا؟ اللي أنت دكتور ولا بليتو أستاذ كبير في الطب النفسي، ما تتصورش قداش كلامك رتحني نفسيا. ميرسي دكتور. تجوزت على خوك؟ هذا قاعد نستنى بيه حاجة بيه بقضية هكا أسبوعي؟ هكا ربيتك أنا؟ هيا ما عادش تعاود صنعتك. هكا خليت لك زوز كاسكروتات ليك والعزة في الكوشة نتاع الكاس. قل لي يا أخي دلندا ويني؟ ما جاتش؟ لا جات أما المسكينة جات مش قد بعضها. يا أخي سيدي خويا دخل البيرو باش يرضيها. ما نشوفي تو زينب شبيك ما لاباس؟ سامحوني جست حبيت نقول لك اللي انا وامي فضيله حاضرين هنا نستنيو فيك البر فعقلكم. لا 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 هاني خلط عليكم هاني خلط عليكم. سامحني دلندا سامحني دلندا تو كي نرجع نزيدو نحكيو بالكتاب الكدا. ها متخممش متخممش هاني بحذاك. ها ددو حتى انا راني بحسيت يعيشك سباوي يعيش. اماني اماني فيق عزة اش تعمل هوني؟ ما امي فضيله وصاتني باش نقيمك قالت لي عندك يتود ولا هي مراجعه. قداش الوقت توا؟ توا بالضبط 11 غير درج. غير درج شقلت لكم قيموني لحداش بالضبط يا ربي علاش توا هكا درج نوم يمشي حرام. يا وخايتي هك طالع لعمك باهي حتى نرجع لك بعد درج. اهلا عزيزتي مرحبا تفضل. وينهم الجماعة؟ مشيو يشوفوا في الأرض نتاعنا جديدة. تخم تاع النصر؟ وانتي شبك ما مشيتش معاهم؟ ما نجمش نخلي نانا وحدها، وزيد أمي فضيلة قالت باش تهزنا نهار الأحد، أنا والبنات والسبوع. صحة عليكم، باش تعملوا بيكنيك عادة. صحة صحة، جديدة جوبة؟ ليه ماهيش جديدة؟ قبيلة جيت نقيس فيها يا خيط فتقت. وليت قلت خل نخيطها على الماكينه نتاع امي فضيله دقيقه ونرجع لك. ايجي نقول لك عزيز اقعد اقعد. شوف انت محسوب كيما اختي راهو ما نحبكش تخشش مني. هكا دار لي بعد العرس سمنت راك. الله غالب عليا ماك تعرف شو يقولوا على العرس يحل. اي كان في صبرنا احنا يحل. تكون جن فيه تهبل زفالت بدن وقد وكرش ما ثماش اب هي تعرس منا وهي تفيض منا. لا عاد والرجال مش عليك عملت لهم بروموسيون. انا من قبل العرس بصحيحتي شويه راه. اي جوستومون هذاك علاش انت بالذات لازمك ترد بالك على صحتك وعلى صحه راجلك زاده. هامله ماك تعرف الزايد شي حذر من امراض اللطف الله ومعافينا. اغسل انا ننصحك تعمل ريجيم. شيء نعرف روحي قد ما حاولت لعمري نهار بديت ريجيم وكملته. انا عندي ليك رجيم يخليك تنقص برشا كيلوات في شهر بركه اذا كنت تحب نقولك علي راهو. قل لي واش خاص؟ سهل برشا ما ثماش ما اسهل منه. الماكله كلها بالكرنب فطور وحشي. كرنب؟ هي كرنب وابيض العظمه مسموط في الماء والصباح تاخذ انتي وبسكوت. عزوزتي وينك عزوز؟ ما دفوفة عسلامة عسلامة شو عمل عم الطيب؟ سبا هو توا في فواياج عنده سالون في فرانكفورت. عنده سالون في فرانكفورت وش يعمل بيه غادي؟ ليه معناها عنده معرض. فهمتك يا اخي زادت عليك. سمعوني عندي رونديفو مع كاسكروت عملوا طول يومي. شفت هذا هو اللي ماهوش باهي هاك التحريش اللي قبل الماكله يخلي لوغلوج بيولوجيك تدخل بعضها عرفتها؟ ليه؟ يسميوها منقلة البدن اللي عند كل انسان. اي وهي اللي تنظم له حياته. ظهر لي اسبوعي خاطر اسبوعي ما عندوش المنقلة هذي. ليه عنده؟
عندهم هو موش معدلة. بربي كيفاش باش نعدلة؟ نهزوا للمنيقلي. شو عملوا الرجيم اللي قلت لكم عليه انت وياه، لو كان ما توليوش الزبال تتركبوا 46 كيف انا ما عادش تسميني فوفا. واش خاص؟ عزوزتي نزلك اسكرتك للاستديو. واه فاش قام يا اخي؟ ما نساش ناكل انا في الوقت هذا. ما انا عزوزتي يا اخي بوشي برا هزك اسكرتك كله في الاستديو واغسل ترافك من بعد ما تنسيش. حاضر عزوزتي مدام فوفا في لاباس. اما صباعي نتاعك اوريجينال، ربي يصبرك يا وخيتي. يا عيشك. يا عزه ما عاودش فيقتني يا صباحي. يعطيني نسيتك يا اماني، حتى القهوه ما حضرتهاش. مش لازم، ما عادش وقت عليا. تشاو. ايش ايش تو نوصلك انا. والله يعيشك يا تتفوفة تعمل عليا اكبر مزيه. عزه كي تجي زينوبه قولها تو نرجع لها. وانت كيف ما قلت لك رد بالك على رويحكم قبل ما بابوركم يزفر. هيا أتوت. أتوت. راني طبيب تاع قبيلة. وراي قبيلتك عارفي اندثرت من عام ككح. شعر البط اللي انت رجعت لك اللي تعشبع. سبحان الله اللي راها البدن هذا الكل يقول كعبة زيتون تعمل فيه هكا. يا عارفي اسبوعي من اللي ولا يكور في جمعية 10% بتاع رجال اللي يخافوا من نساهم ويسمعوا كلامهم ولا اسم جاء يغلبوا. انا يغر يا اخي هما 10% برك انا ظهروا لي اكثر. يا عارفي ال 10% اللي يخافوا جار، اما اللي يخافوا من تحت حس مس ايه هما مش مشلقين يحوسوا في 80-90% هذا حسب اخر احصائيات. ايه اش بك تغسل لي انت اش تغسل؟ سايبه خليه بابل استنى تشوفوا هو كيعرس. شو اسبوعي انا ما دامني اخويا قبل العرس متفرهد وشايخ ايش موصلني للعرس؟ فجاه قاعديني زيتوتي عايشك. عزه شكون؟ كان كليون دخلوا ليه حتى حد نانا؟ كيفاش حتى حد؟ هاني سمعتك حليت الباب. انا اللي حليت الباب، سمعت حفله في الكولوار، نحسب امي فضيله روحت، نحب نسالها على البلاصه اللي باش نسكنوا فيها جديده. ملا طالعه طالعين بها، مخلين وسط البلاد وماشيين تسكنوا في جبل النحلي. نانا اسمه حي النصر، حي النصر. انا من قبل نعرفوا جبل النحلي بكل وديان وسعاد. برا شوفوا توا ملا كيفاش ولا، تقول في فرنسا. مبروك عليك فرنسا يلا. قل لي منو هكا ملا نجي ونطلع عليك بالفيزا. نانا ما تقوليش غايره. انا نغير منيش. الحمد لله يا ربي ببلاصي والنجم من توا ناخو انتريتي. يا ملا جو بجاه ربي خذوا الانتريت نتاعك، خلي حتى انا زاده نرتاح وناخذ انتريتي معاك. الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم. ما عادش عليا بكري بالكل، قال ما خلينا نهار لحد. شفناه التيران المحنون هذايا. عاد هذا اللي بيك انا مبرمجه باش نهار لحد نرجعوا ونهزوا البنات معانا وعزه واسبوع ما هما زاده دويرتهم. وانت وزينوبا كان تحبوا ترجعوا معانا بالله. سليمان وينك يا راجل؟ هكا ما عادش نشوفوك. الله غالب يا باشا الله غالب، الخدمه كثرت عليا والوقت ما فماش. تعرف انا متغش عليك برشا. وينو مبروك التيران؟ توا يجي توا يجي توا يجي توا هك استيمان باش تمشي وتخلينا وحدنا. يلا غالب عاد مكتوب ربي
والله كي نفكر اللي باش نبعد على ترموس القهوه نتاعك سقيه تثقل على التنقيب. لا يا رجل اصدو ما تخافش. ما سليمان كي تجي باش تقول قولي على خاطر عندي حبيبي طبيب حال الكابينيه في حي متطرف عاد وصلني على كابينيه في وسط البلاد. ابو لازم على وحدك بجعالة سمينة. عاد انت صاحبي تعرفني كي مكتوبك. ايوه قلتها انت ومكتوبي كيف كيف تموتوا على الفلوس. يا سليمان يا سليمان الكوميسيون اقسموها. مليناش برشا من رجيل. احكي لي عاد على البلاصه حلوه. شنو نقول لك بنيتي والله ظهرت لي بعيده ومطرفه. يا لطيف عجب كيفاش في قلب النصر وهي مطرفه. شويه للحومه فارغه لا ترقى تصيدو لا تسمح حسب يعربا فيك لا حتى شيء. يا امي فضيله ما تنساش اللي احنا مشينا وسط الجمعه وفي الصباح الناس تخدم راه. هذه ما تكون كان اختي فيفا قالك باش توصل اميني وبعد ترجع. هلا عسى هلا اني قيت لك الرجيم اللي قلت لك عمي يعيش. عسليمة امي فضيلة. عسليمة لباسة؟ الحمد لله. سالي اش قولكم في التيرا بلاصتو تقتل مش هكا؟ هبال 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 اون بلوس مقابلته سال دو سبور فيها سونا وحمام. يا لطيف وريتو الحمام سمن ست اكسترا انت براجلك يساعدكم بالسونا مع الريجيم. سونا شنو هذا؟ هذا يلا بيت صغيره سخونه باللباخ تقعد فيها شويه تذوب لك الشحومات الكل. ويضعف مليح. شنو يضعف؟ ضربه ضربه لله. وانت علاش تحب تضعف؟ بدينك تبارك الله وخمسه وخميس وما شاء الله يشره. انا امي فضيله عندها على الاقل 30 كيلو زايدين وباش نجم تنحيهم يلزمها تعمل رجيم. 30 كيلو لا تهنى بالسعاده نتاع الحومه جديده لا تستحق لا حمام ولا رجيم. يزي عاد تدو من التنهيد ونحي الحكاية ذي من مخك ورجع لنا كزي كيما قبل. مش سهل يا سبوعي راني كليت كف اللي هو يوجع. ما خير ولا كيما نقول مازال من فم الحانوت ولا من قاعو. من البير. قلت وعدك العالم يا بير. فيها خير. ما خير ولا تفيق بيه بعد العرس اللي هو ما يخو مرة أخرى. أكيك عاد راهو تباصا. تعرف تدو نعرف واحدة هكا بعد ما عرست هي قعدت توكل في ولدها وضرب التليفون. اي كلمتها امراه قالت لها انت مرت فلان هكا كيفك بالضبط وجه لخلخ ولا ترعش مسكينه. طلعش قالت لها اش قالت لها؟ قالت لها وانت وين تعرفوا راجلي؟ جاوبتها الاخرى. جاوبتها قالت لها انا سمعت التليكوم حبيت نثبت الليني صافيه ولا يعطيك يا سبوعي ضحكتني ومعيني في ضحك. دلندا خير شويه من بكري؟ اي خير دكتور يعيشك مبركه في سبوعي. تري تري بيان. قل لي دلندا كان تحب نعمل لك كونسلتاسيون واحده اخرى كيما قبيله؟ انا على ذمتك راهو. لا لا مش لازم دكتور نحس في روحي لاباس الحمد لله. مش لازم. بروبو حقها يعطيك الصحة مال خدمة برافو عليك. تعرف حتى غلطة خب تعرف ايه سيدي خويا الاورديناتور يصلح الغلط وحده. نعرفها سي شباب نعرفها اما الفايدة زادة في السويبعات اللي تخدم. تعرف انت مثلا لو كان يجيبولك الاورديناتور الشخصي بتاع بيل جيتس ويجيبولك اقوى لوجيسيال في العالم في النحو والصرف والأورتوغراف بالله العظيم اللي ما تملاها بالغلط هذايا ما يكون كان هو عاود طلب مره اخرى. شكون شكيبه؟ اي ماني شكون؟ هكا مكبوب السعد. سكتشي انت توا يا سي شوها افهم اش مدخلك؟ جاوبوا 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 وفهموا اون فوا بور توت اللي هو عمل العمله كي البصل. الو وي ماني قلت لك بكري كل شيء وفي بيناتنا. نعم ما نفهم شيء تبعتك وريتك بعيني زوز. نعم نادم برشا
اه كيفاش؟ رجع لك شاهد العقل؟ شنو؟ نعطيك فرصة أخرى؟ هكيك أسيدي تحلم برشا ومن فضلك ما عادش تقلقني في خدمتي ونستك بالمدام الثانية. برافو عليك. السلام عليكم. تريتري بيان، أنا في بيروي أنا. إيش فما إيش صار؟ توا عاود تتكلم. شكون؟ أكيد ما يسماش. شكيب. خطيبة. أنت برا فيس عجيب لي قضية الفطور ما عادش عليا بكري. وانتي احكي لي اش صار بالباوتي. شوف زينوبة، انا ننصحك تعمل شبابك الومنيوم خير. وفاش قام هالمنيو هذا؟ باش نبني ودارة؟ شبابك خير ملوح. بي اعمل استخ. اش قولك؟ عاد اسال امي فضيلة. هاي تبارك الله طلعت تفهم في شبابك. انا ما نفهم في حتى شيء. رايي وعطيته. تعرف كيفاش؟ شباك بيتي باش نعملو لوح، وانتوما اعملوا اللي يظهر لكم. سالو. اهلا. وصحة عليكم، ما احليها قعيدة. يا اخي اش بيك في ساعة روحت انت؟ ماما العشية. لا. تستنى نبدا الحكاية. قلت لك لا. يا ربي علاش هكا انت حتى في صلاعة ما تفرهدوش؟ هكا قد ما عندك صلاعات وباقي ماكش متفرهدة. سي نورمال الخدمة يطلعوا كركارة ويفسوا قبل الأعياد وبعدها، بعدين الصغرى متربين على السلاعات. ماما تتفوفة، انت تحكي هكا. عزوزي بربي واش الكرومب هذا الكل؟ حتى بالخضار قعد بيت. هذاك ريجيم الكرومب. قالت لي عليه فوفة. قالت لك يضاعف ضربة ضربة. ريجيم؟ فوفة؟ ايش بيك يا بنتي تحب يولي بدنك كيما بدن فوفة؟ اصبر وقت ما عادش نخرجوا على بعضنا راهو. ما هو على هذاك باش نعملوا ريجيم مع بعضنا. نعم. اي منه الزوز نتشجعوا ومنه انت تنقص شويه من الشحومات والكروشيت والحناكات. نعم لالا انا هكا مرتاح. توا مرتاح اما كي تزيد تكبر شويه لطف عليك سبعونتي يولي لك تعب ومراض ودويات. بربي قولي تلقى في روحك من توا ولا تقعد تستنى حتى يفوت الفوت؟ لا فوت ولا هونت، الريجيم لا، وكل اللفوفة بتاعك تتلام بدنها وبدن رجلها. أمان سبعونتي، راني ندلك بالماكلات الجديدة. لا. راك تندم، ماك تعرفني كي نتغشش. يا ربي شلسنا، كنا رايفين، ماكلين شربين، مين هبط علينا الريجيم؟ سبعون. بيه بيه لا تنعملوا معاك الرجيم. ما اسمعوا نب عليك اخر مره تسمع كبار من باير فوفة. صحيتك هكيك نحبك تسمع كلامي. هكا رجيل ولا بليش؟ قول قول لي كيف الرجيم؟ شوف سهل ياسر، كرومب في الفطور، كرومب في العشاء، وشويه سبور زاده. ما باش نضعفوا في شر. ما بيبيه وكي نضعف نرجع ناكلو كيما كنا قبل. اضعاف انت الساعة ومن بعد ربي يعمل دلي. اسمع برا اسبق الاستوديو حضر الطاولة هاني خالت عليك. زينوبا صافا؟ اشنو فطورنا اليوم؟ يا سيدي عندك مرقة فحول وسلطة غزول. شو؟ شبيك بيزار شوية اليوم انت؟ هابون؟ يا اخي توافقت بيا بيزار؟ انا ملي عرست بعائلة الابيض وليت بيزار. اسمع اسمع اسمع، كان باش تكمل هكا انت تخمم على الهواء ياسر وعلى الكريدي راك باش تتعب وتعبني انا معك. لكن على هذاك سكينة وبلعتها بدمها. اما مادام امك كل مره تزيد تحرك في السكينه شويه هنا باش نهبل ويصير فيا. تري بيان، اهدى شويه تويكا واحكي لي شنو اللي صار بالضبط. طيب يا سيدي ملي روحنا وهي تكنكل في اللي بلاصه ما عجبتهاش، في سعادي في مطرفه في ما نعرف شنو، انا يظهر لي باش تكيكس وتعبنا معاه. ابو صارت تيرا ما عجبهاش؟ قل لي بابا يا اخي انت متحير عليا ولا على ميمتك اللي مش عاجبها حتى شيء؟ انا يلا ديما متحير على كل شيء. باهي عطونا نتصرف. أمي يا أمي
يا نعم نعم هاني جيت ناديت لي بابا. عسلامة أمي. عسلامة. ليه حبيت نعرف أمي عجبك التيران ولا؟ شنو عجبني؟ شرع يا وليدي وكل بقعة تشرح القلب. أما شيرين ظهر فيهم الكل هم كلي بم بم لا يحب ولا حس ولا دبك. تشرح تشرح باش نقول لك إن شاء الله مبروك عليك وعلى أسبوعي معاك. أو عجبها. يعيشك يا أمي يعيشك. حبيت نعرف رأيك يا أمي. يصلح رايك يا بابا نعرفك ما تعمل حتى شيء الا ما تشاورني. تعرف انا ما يكمل الشانتي تاع الدار كان منولي بحرابشي فماشي مع صابي ترتاح ونتهد فما زاد لاكوبونكتور باهي الاعصاب عرفت عرفتها اكيد داوي بالابر سليمان عزوزتي شبيت بطيط راني باش نموت بالشر هكا هاو تبعونتي هذاك حدي شو هذا؟ أول مرة نشم ريحة فطور من غير ريحة يا أخي الفايدة في الريحة هو ذوق ذوق وتا تحصل كانك عارف يجي محصول توفيت قولي بربي هذا لونه ولا عينيا كيفاش تحب لونه الكرم؟ أصفرة العقل عقل ما شايش شنو توا من بكري وانا نطيب ونميل في راسي بسيتك تتعوش وترجع في كلامك بي بركة توا باش تعمل عركة على صدر سترمب اسمع اسبوعي هاني ننبه عليك كان ما تكملش صحنك توا الليلة ما فماش عشاء بي لاني باش ديك باش تعمل لنا ندي عشاء الليلة سلطة شوية بالكبار من طنة لي كرم وسوف بالحوت ولا بالحم لي بالكرم وطلع الديسير شنو جو نتاع كرم لي سفنيريا ادخل قد جنات جات باش تذوقنا من الشكشوكه نتاعها عز شنو شنو هالفطور اللي تحبني نذوق منه ما صدلاصت يا بنيتي حتى البكير نحشيك ما ياكلوش منه نانا هذيك كرومب طيب بالبيخ بهيلك بهيلك لصحتك ويضعف وزيد تقول تخرج طحون هاير على الشكشوك ما حشتيش وزيد فوق من هذا الكرومب ما يولمليش معتي يعمل لي غاز زيد زغرت يا برا زغرت الليله باش تدخلوا غاز زمير الاستوديو اسبوعي يزي من زمير وكمل صحنك طيب عاد زينب وفيتش هيا تفضلوا اي كسبة هذيك تلقاها تبسس على حويجة حق بابا بربي باش نسهلك حي النصر عليه سماوه حي النصر انا نقول لك هذيك على خاطر امك يا امك انتصرت علينا بالضربة القاضية زينب ماهوش قدام البنات اش بيهم البنات يا سليمان لا يا امي لا اماني تنشد فينا علاش حي النصر سموه حي النصر اي بالحق علاش سموه هكا هو ما فهمش علاش يا امي على خاطر كل حي يلزمه اسم اداري ماهوش بالضروره يشبه له مثلا عمرنا شيرينا ناس يحوسوا بوكي نوار في حي الزهور والا عمرنا شيرينا ناس مبطحين في الجناين في حي البساتين حقا على ذكر الجنينة إن شاء الله عاد زينوبة تعمل لنا جنينة قمقومة في الدار الجديدة وما تنساش الجابية اللي شرها عليها عاد إن شاء الله يا أمي فضيلة هذا إذا كان سليمان ما كملش بيع الماء سبوعي التوا ما كملتوا صحنك زيني كملتوا هاو كاستيان نخرج ما يسعي نسبي قلبي وقول لي عزوزي نجم فتفتوي شوية خبز ليه هاو كمنعنا كما تحبوا ثبت ذاك ورق نعناع مش كرنب يزيد شي توا كما عجبكش خليه بيه ما هو كل شيء تعليه هكا تيهو ماسك فكرة سكر هات هنا مش لازمك وين ماشي مش شوية بحثة الباجي فوجيك بيه أما هاني ننبه عليك ما ثميش تاي عند الباجي
راهو حاط ترطال السكر في كل ترماس. بربي تو شنو عزوزي؟ بلاش تيجي باش نهضم منك البالة كرومبلي كريتا بالفطور. أحسن كي ما تهضمش، هكاكا ما تجوعش فيسا. تنى تنى، أنا كي نذكرك الكرومبل نتاعك نتسقم. أيوا ها بدينا، سافا. شوف لي حل، شوف لي حل.